يقول رب العزة في القرآن الكريم في سورة الروم، بسم الله الرحمن الرحيم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. يعلمون ظاهرا ظاهرا ظاهرا، يعني في باطنا كل العلوم اللي احنا توصلنا اليها من اول سيدنا آدم لغاية دلوقتي، الكم الضخم الضخم الفظيع من المعلومات، ما هو الا قليل عند الله عز وجل، وما اوتيت من العلم الا قليل. لذلك في الادعيه اللي احنا دايما بنقولها بنقول: اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا مبلغ علمنا يعني ما يكونش علمنا مقصور فقط في العلوم الدنيويه. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرضى الله به خيرا يفقهه في الدين. انت لما انت تكون انسان تتعمق في الدين وتتفقه في الدين، هيتولد اليك ادراكات وجدانيه اخرى مش عند كتير من البشر. الادراكات او الحسيات اللي عند معظم الناس اللي هو حاسه السمع، البصر، الانف وما الى ذلك. الادراكات الوجدانيه دي انها تنقشع ليك نورانيات اخرى، تقدر توضح امور، تقول ده صح وده غلط، من غير ما يكون عندك مبررات، من غير ما يكون عندك ادله، بس انت في حاجه من جواك بتقول ده الصح وده الغلط. في حاجه من جواك بتتنبأ بحاجه وفعلا تحصل. النورانيات دي بتجيلك لما بتتفقه في الدين، وما بتبقاش علمك مقصور بك فقط في العلوم الدنيويه. الادراكات دي ما بتتولدش اليك الا اذا فعلا الله عز وجل احبك وحب يفقهك في الدين. من يرضى الله به خيرا يفقهه في الدين. لما بتتعمق في الامور دي بتاخد نورانيات وتاخد ادراكات وجدانيه زياده على ادراكاتك الحسيه الدنيويه.